السلام عليكم، يقولون ان في ثعلب كان ماشي وطاحت عليه صخره على ذيله، فحاول ما قدر فقطع ذيله، فشافوا صاحبه الثعلب الثاني قالوا ليش قطعت ذيلك؟ قال له يا حبيبي عشان احس بسعاده واحس اني في الهواء وما ادري الى اخره. المهم بدا يغري لما قطع ذيله وحس بالالم. قال له ليش تكذب علي؟ انا ما حسيت الا بالالم، وين السعاده؟ قال له حبيبي انا اذا ما كذبت عليك ما راح تقطع ذيلك، والناس حيتريقوا علينا والثعالب حيتريقون علينا. فصاروا كل ما يقابلون ثعلب يقولون له اقطع ذيلك تجد السعاده، ولما كل اللي في المنطقه بداوا يقطعون ذيولهم واي واحد ما يقطع ذيله يتريقون عليه. انقلبت الايه. الفائده من هذه القصه الرمزيه اللي احدهم الفها انه اهل الفساد والافساد اذا انتشروا وتكاثروا يبداون يبحثون عن زلات اهل الصلاح والاصلاح، فاذا ما حصلوا اي زله بداوا يعيرون اهل الصلاح والاصلاح بايش؟ بصلاحهم. يقولون صلاحكم هذا هو أكبر مشكلة. تخيل. جاء في كتاب الفتن عن كعب رحمه الله أنه قال ليأتين على الناس زمان يعير فيه المؤمن بإيمانه كما يعير اليوم الفاجر بفجوره. يا الله. ولذلك أهل الإفساد إذا لم يجدوا زلة على أهل الصلاح والإصلاح عيروهم بأجمل شيء فيهم. ولذلك جاء في قصة قوم لوط أخرجوا أهل لوط من قريتكم. طب ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. قال السعدي رحمه الله أن يتنزهون عن فعل الفاحشة. ولذلك هذه العبارة عظيمة عجيبة، الثبات عزيز خصوصا في زمن الفتن والشهوات والشبهات. أرجوك أيها الداعي اثبت على ما أنت عليه، كن ذلك الداعي الذي عهدناه من قبل، ولا تنزل إلى مستوى حضيض التفاهات واوا اليوميات وإلى آخره. أرجوك أيها المربي ابقى في حلقات التحفيظ وأخرج لنا عقيدة تمشي على وجه الأرض. أرجوك يا طالب العلم ابقى مع تلك الكتب حتى تنفع الأمة في المستقبل، وأرجو من الجميع أن يلزم ثغره. الله يفتح عليكم.